ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة هنتكلم عن بذور الشيا، بذور الشيا البيضة وبذور الشيا السوداء، وهنعمل كم وصفة كده عنهم، عصاير وبودينج. نيجي بقى هنا بذور الشيا البيضة، دي شكلها هيكون كده، وبذور الشيا السوداء هيكون فيها برضو شوية ابيض بالشكل ده. قليلة الكربوهيدرات، غنية جدا بالألياف، بتمتص 10 أضعاف حجمها مية، في اعتقاد انها بتؤدي لخسارة الوزن. الاعتقاد ده خاطئ تماما، هي مش بتدوب الدهون، مش بتؤدي لزيادة الوزن، بس هي الميزة الوحيدة اللي فيها انها بتملى فراغ في المعدة، فممكن الانسان يحس بشوية شبع. وحاجة تانية انه لو شربناها قبل التمرين بتعزز مدة التمرين ل90 دقيقة، دي برضو حاجة تانية كويسة وبتدينا طاقة، احسن من المشروبات بتاعة الطاقة المليانة بالسكر. طبعا افضل مصدر نباتي للبروتين وحمض اوميجا 3 والكالسيوم والحديد، وكمان مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات وكده. هنا كمان طحنتها بديل ممتاز للبيض، بديل فعلا ممتاز للبيض، نحطه في الكيك، نحطه في اي حاجة، يعني بديل البيض يعني. بينفش بسرعة، حلو بسرعة. للبودينج اللي هو الناعم برضو ممتاز قوي بالشكل ده. النسبة المسموح بيها هي 20 جرام في اليوم، لو زادت شوية مش مشكلة، لو نقصت شوية برضو مش مشكلة، بس ما تزيدش كتير عن الحد، لانه في ناس بتعمل بيها عيش وده الرغيف العيش بتاع الشيا هم اللي بياكلوه، ده غلط لانه بتكون كميته كبيرة ومركز. تعالوا بقى نعمل انواع العصير وانواع البودينج بتاعتنا. اول حاجة هنا انا عندي كيوي مع ليمون اخضر متشال منه السكر تماما، لو حابين نضيف له السكر في الاستيفيا ده او اي نوع من انواع سكر الدايت، هحط عليه حوالي معلقة صغيرة. ونص كده. ده من الشيا البيضة. بس. ونقفله. ونخليه نحتفظ بيه في التلاجة. النوع الثاني هعمله بمية جوز الهند. مية جوز الهند طبعا مش محتاجة سكر ابدا، يعني هي هو لوحدها فيها حلاوة بسيطة قوي. انواع العصير دي ممكن تقعد معانا 3 ايام في التلاجة، يعني احنا ممكن نعمل كذا كوباية ونحطها وكل يوم نقوم ايه واخدين كوباية. واحط برضو عليها معلقة ونص شيا. هغطيها برضو وادخلها التلاجة. النوع الثالث لطيف شوية يعني انا حبيته، اللي هو هنا هنحط نعناع وشرايح ليمون وعصرة ليمون او ليمونة نعصرها، ومية، ممكن نسيبه كده او ممكن نحليه بسكر دايت. انا هنا بس حليته بالميبل سيرب حوالي معلقة، واحط فيه معلقة ونص صغيرين من الشيا.
بس هي كده عايمة على الوش، بعد ما تتشرب هتقوم نازلة تحت وطالعة فوق، واخدة شكلها يعني في الكوباية. وهنا هعمل عصير التوت مع عصير الرمان، ما فيهوش سكر يعني، بسكر الفاكهة اللي فيه بس، برضو حوالي نص معلقة كبيرة او معلقة ونص صغيرين، وهقلبهم واغطيه واخليه في التلاجة لحد لما يتشرب بقى العصير. دي كده انواع العصير اللي انا عملتها. اهي كده، ده بالمية جوز الهند، وده ليمون مع مية، كيوي وليمون، وتوت ورمان. تعالوا بقى نعمل البودينج. بالنسبة للبودينج احط حوالي هنا معلقتين كبار عليهم تحلية اللي هو ميبل سيرب، عليهم شوية كاكاو خام ومية جوز الهند، واقلبهم كويس قوي عشان الكاكاو يدوب معايا. اللي عملته ده هفضيه في علبة نظيفة واخليه في التلاجة لحد لما يجمد شوية معايا. في نفس العلبة بتاعته هحط هنا كريمة جوز الهند، مع شوية ميبل سيرب، مع معلقة ونص صغيرين من الشيا. اقوم اللي في التلاجة يكون جمد حتى ده على ده. النوع الثاني هعمله هيكون ملون كده، هنا معلقة تقلبة بسيطة ونسيبه بقى على جنب لحد لما يتشرب. النوع التالت هعمله بحليب اللوز، بحليب اللوز والقرفة، برضو نفس الحكاية، احط الميبل سيرب واحط حوالي معلقة ونص شيا ومعلقة صغيرة قرفة، بس، واقلب وادخلهم التلاجة يبردوا. تقريبا هياخدوا طول الليل في التلاجة عشان يكون متماسك كويس بس كده. وابقى لما اخلص تقليب ادخله في التلاجة، واجي بقى بعد ما كل حاجة خلاص انتهت.
هنا هنعمل البودنج اللي بيتاكل كده بالمعلقة، اللي هيكون سميك شوية. احط حليب جوز الهند الكريم او كريمة جوز الهند، معاه شوية ميبل سيرب، معاه جوز الهند بجيبه فريش. الفريش احسن من المطحون، المطحون طعمه مش حلو، اللي هو الناشف، الناشف الجاهز طعمه مش حلو. ده الفريش بجيبه بحفظه عندي في الفريزر، بيكون طعمه احلى بكتير. وهنحط كمان شوية كاكاو باودر. وهنحط اللي هو الشيا الباودر، معلقة او معلقتين صغيرين، انا حطيت معلقة صغيرة مليانة قوي. نقلب كويس ونحطه في التلاجة، بس هيجمد وخلاص للتقديم. يعني وصفة سهلة جدا لو في ضيوف مش عارفين نقدم لهم ايه، لو احنا جعانين، وصفة جميلة وما فيها الشغل. بس هنقلبها كويس جدا. هنا عشان مش نظيفة من الحواف فهنقلها في حتة نظيفة. بالشكل ده هحفظها بقى في التلاجة. هنا عندي فراولة على بابايا على اناناس، احطهم، احط عليه شوية ميبل سيرب، ممكن احط مية عادي، ممكن احط حليب، اي نوع حليب نباتي، بس انا هنا حابة احط عليه مية جوز الهند. اخلطهم في الخلاط واجي احطه هنا واحط عليه الشيا الباودر. معلقة صغيرة مليانة. بس وبرضو اشيله واحطه في التلاجة. هنا بعد ما خليتهم ليلة كاملة في التلاجة، البودنج قوامه تماسك والعصير الشيا سيدز اللي جواه بقت زي مادة جيلاتينية، نفشته كبرت وبقى طعمها حلو، اخدت من طعم العصير. بعد كده انا هزينها وهتكون جاهزة للتقديم. نقدر نحتفظ بالعصير وبالبودنج في التلاجة من 3 ل 4 ايام بس، يعني كل يوم نقوم سحبين لنا كوباية عصير شربينها، او يوم نسحب كوباية بودنج ناكلها كده. يعني بتغني عن الجوع، زي وجبة فطار خفيفة، وجبة عشاء خفيفة كده يعني. وبالنسبة لفوائد الشيا كاملة انا حطها في الكوميونيتي اللي هو المنتدى، هتلاقوها هناك بكل حاجة بالتفصيل.